بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاستاذ الدكتور جمال احمد توفيق، استاذ امراض البطنه والكلى، كليه الطب جامعه قناه السويس بالاسماعيليه. وصلنا الى ان الفشل الكلوي اللي هو نتيجه امراض كثيره، فده طبعا بيؤدي الى قصور في الكلى وفشل كلوي نهائي، وده بيحتاج علاج مهم وهو الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي او بيسموه الغسيل الدموي او الاستصفاء الدموي، وهو تنقيه الكليه الصناعيه، تنقيه الدم من السموم والاحماض اللي موجوده به عن طريق جهاز الغسيل الدموي. الغسيل الدموي ده هو ان يتم يا اما يكون غسيل دموي يا اما غسيل بريتوني، يتم عن طريق الغشاء البريتوني بتاع البطن، يا اما عن طريق الدم عن طريق فيستولا، وناخد الدم وبننقيه في جهاز الغسيل الدموي وبنرجعه تاني للمريض. طيب النقطة التانية ان الفشل الكلوي ده بيؤدي الى انيميا شديدة، فقر دم ناتج عن نقص هرمون الإريثروبوتين. هرمون ده الكلية بتفرزه، وده اللي بينشط النخاع. فطبعا في الحالة دي ان الناس عندهم فشل كلوي نهائي بيبقى عندهم انيميا شديدة، ما يقدروش طبعا يعملوا اي مجهود نتيجة الانيميا الشديدة. وعلاجها اما ان هو يتم عن طريق نقل دم، وده طبعا ليه مضاعفات وليه مشاكل كثيرة جدا. والحل التاني ان المريض هيعيش على علاج الإريثروبوتين، اللي هو عقار الإريثروبوتين اللي هو الهرمون نفسه الكلية بتفرزه. طبعا ده بيصنع صناعيا وبيعطى عبارة عن إبر تحت الجلد أو في الوريد، بعد نهاية كل جلسة بياخد المريض إبرة لحد ما الهرمون بتاعه يتحسن، ونتمنى لكم الشفاء إن شاء الله كل من هذا المرض بإذن الله. وشكرا جزيلا.